أهلا وسهلا بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية. شلونكم حبايبي؟ وياكم مسألة ومادة القراءة للصف الأول الابتدائي، ويانا اليوم تكملة الجزء الثاني من درسنا لليوم اللي هو هلال الأيدي. حناخذ الجزء الثاني ما تبعد ما نراجع أشكال حرف ال أولي وسطي آخري متصل آخري منفصل آها أوهو إيهي إيهي. ويا الحركات فتحها ضمه كسره هي، ويا التنوين تنوين فتح هن تنوين ضم هن تنوين كسر هن. راجعنا أشكال حرف ال. حنقرأ الجزء الثاني من درسنا اليوم بالكتاب وياي أشرو ماما. وقال همام وسهاد بعد ما راحوا إلى أمهم مهدي، قال وقال عيدك مبارك يا عم. قال العم وعيدكما سعيد يا أولاد. حنجي ناخذ الجزء الثاني من درسنا لليوم. يلا وياي ماما، خلي نكتب كلمات. شلون نكتب وقال و قال؟ شلون اكتب و او فتحة و و قا لا قا لا؟ شلون اكتب قا ق آ قا و قا لا لا؟ يعني معناها اثنينهم حكوا قالا. شلون اكتب لا؟ الآ لا قا لا قالا يعني حكوا. عيدك عيدك شلون اكتب؟ عي عي ع كسرة عي اي عي دو دو د ضمة دو عي دو ك ك ك فتحة ك عيدو ك عيدو ك. مبارك مو مو م ضمة مو با ب آ با. نقطة الب وين؟ فوق لو جوا؟ أحسنتم، ب نقطة جوا. مو با ب آ با مو با رر مبار مبار كن كن ك تنوين ضم مباركن مباركن عيدك مبارك. يا عمو يا اي آ يا إي آ يا عمو عمو. ع شون اكتب ع؟ ع فتحة ع ع فتحة ع مو مو. شوفوها هنا ضخمة عمو عمو. اكو شدة وفوقها ضمة لأن مكان الضمة فوق عمو. خلي نجي نفصل كلمة عمو ونشوفها هي شون كانت. كانت بالأصل ع م ام اثنين واحد عليه ضمة. سوينا من جتي حرفين عندنا، لغينا الحرف، حذفنا الحرف اللي ما عليه حركات، هذا عليه ضمة ما أحذفه، أحذف هذا. شون حتنكتب ع م؟ أحط مكانه شدة
والضمة موجودة، صارت عندي كلمة عمو عمو. عيدك مبارك يا عمو. نجي على السطر اللي بعده اللي هو قال العم. قال، شلون اكتب قال؟ ق آ قا ل الفتحة ل ق آ قا ل قال. قال العم. آ ال ال همزة وصل جتي في نهاية الكلام. ع ع ع فتحة ع ال ع م تونا كتبناها. م شدة وضمة. قال العم. همزة الوصل ما ألفظها لأن جتي الكلمة آخر الكلام، فححط عليها همزة وصل وما راح ألفظها. قال العم. قال العم. وعيدكما و و فتحة و عيدكما عيدكما. شو نكتب اي ا اي اي ا اي عيد دو د ضمة دو عيدو كو كو ك ضمة كو عيدو كو. ما م آ ما و عيدو كما عيدو كما. سعيد س شو نكتب س؟ س فتحة س عي عي انا استخدمت اول مثلث المقلوب لان اجا وسطي. سعيد د تنوين طم. سعيد وعيدكما سعيد. يا اي آ يا اي آ يا اولاد ا فتحة ا او او لا ال آ لا او لا دو د ضمة دو. يا أولاد يا أولاد. أقرأ الدرس. وقال عيدك مبارك يا عم. قال العم. وعيدكما سعيد يا أولاد. وعيدكما سعيد يا أولاد.